الدكتور محمد الراشد من قطاع التعليم في جمعية الرحمة العالمية وهذا الحوار. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحك دكتور محمد. حياك الله، الله يبارك فيك إن شاء الله. باسم المستمعين الكرام وأسرة البرنامج نرحب فيك من خلال برنامج مسيرة الخير. الله يسلمك والله يبارك فيك إن شاء الله. دكتور محمد، المشروعات القرآنية لدى جمعية الرحمة العالمية، ما أهميتها؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين. بداية نشكر إذاعة القرآن الكريم والقائمين عليها على إتاحة الفرصة للحديث عن المراكز القرآنية في جمعية الرحمة العالمية. تنطلق جمعية الرحمة يعني في خطتها الاستراتيجية ورسالتها في بناء الإنسان وتحقيق شعارها أثر يبقى، وأصدر يعني قطاع التعليم وثيقة بعنوان وثيقة إطار معايير جودة المراكز والحلقات القرآنية. ورؤيته هي الريادة في تعليم القرآن الكريم وجودة العمل المؤسسي، ووضع يعني مجموعة من الأهداف، منها تخريج حفاظ للقرآن الكريم وآخرين بالسند والقراءات، متخلقين بأخلاق القرآن الكريم والسنة النبوية، كذلك تحقيق هدف المتبرع في دعم تعليم القرآن الكريم وتحفيظه، كذلك الإسهام في بناء جيل قرآني متزن وسطي الفكر يجيد قراءة القرآن ترتيلا وتجويدا وفهما. ولا شك يعني أن المسلم يفرح يعني بوجود المساجد في أرض في أرجاء الأرض المعمورة، وكذلك يعني المراكز القرآنية. جمعية الرحمة يعني بالإضافة إلى عملها يعني ركزت كذلك على قضية المراكز القرآنية في شتى يعني الدول، بالإضافة إلى قضية الحلقات القرآنية لأهمية هذا الموضوع، لأن من القرآن الكريم يعني ينطلق المسلم في حياته. بالإضافة القرآن الكريم يأخذ مجموعة من العلوم الشرعية، فنجد يعني هذه الدول فيها مجموعة يعني كبيرة من المراكز القرآنية، وصل عددها قرابة 62 مركز حاليا يعني في إحصائية 23 ما شاء الله، بعدد الطلاب والطالبات حول 6002 ما شاء الله، عدد حافظ القرآن يعني في العام الماضي 160 حافظ الحمد لله. من أصل يعني من بداية تشكيل هذه المراكز أمانة يعني أعداد الطلبة والطالبات 52,976، ووصل عدد الحافظين لكتاب الله 3,078 يعني حافظ وحافظة ولله الحمد. نعم، بارك الله فيكم. إذن 62 مركزا تشمل 6,002 مشارك، منهم 160 حافظ، هذا إنجاز طيب خلال عام 2023. طيب دكتور محمد، يعني أنت الآن ذكرت أهمية المشروعات القرآنية، طيب نريد أن نتعرف على أثرها، يعني أثرها في نفوس المتعلمين، في نفوس الحافظين،
في نفوس أولياء أمورهم، ما أثرها عليهم؟ هذا الأثر تجده يعني في قضية يعني التجاوب الكبير يعني ما بين يعني الطالب والمحفظ، ما بين يعني الطالب وكذلك قضية المركز. هذا الأثر إقبال الناس الكبير أمانة على قضية يعني المراكز نعم. يعني والحلقات القرآنية، وكل يوم يعني يزداد هذا الأمر. القرآن الكريم يعني غذاء للروح، يعني حتى احنا عندنا في قضية الكفالات كل مرة يعني يطلبون بزيادة الكفالة، يعني يخاطبون هذه الدول على أن نبي كفالة حافظ الكتاب الله عز وجل، في الإقبال الشديد يعني. فيعني هذا الأثر نجده يعني تفاعلهم حفظ الكتاب الله عز وجل من خلال زياراتنا. احنا هناك زيارات ننطلق من خلال هذه الدول، نمر على المراكز القرآنية، نجد قضية أنهم فعلا متعطشين جدا لقراءة القرآن وحفظه يعني. بارك الله فيكم دكتور محمد الراشد من قطاع التعليم في جمعية الرحمة العالمية. هذا في ما يتعلق في مشروع أو المشروعات القرآنية. ننتقل إلى موضوع آخر لا يقل أهمية عن المشروعات القرآنية، وهو مشروع الشفيع. لديكم مشروع الشفيع لتحفيظ القرآن الكريم سواء في الكويت أو خارج الكويت. لنتحدث عن خارج الكويت وتحديدا في اليمن الشقيق. نعم. مركز الشفيع هو عبارة عن يعني مبنى وقفي تم توقيفه للمراكز القرآنية، وهذا في اليمن يعني. فمركز الشفيع يعني عن طريقنا تم كفالة تقريبا 50 طالب لحفظ كتاب الله عز وجل، وهذا 50 الطالب اللي يكون يعني يباتون في هذا المركز، إذا كان يعني بعيدين عن هذا المركز يباتون في هذا المركز. وهذا المركز احنا نسميهم طلاب الموهبة، يعني من خلال المنهج من خلال سنتين يحفظون كتاب الله عز وجل كامل، يعني يجلسون في المركز يحب كتاب الله عز وجل كاملا خلال سنتين ماشي. فتم يعني كفالة مجموعة من الطلاب، وإحنا لازلنا في قضية الكفالة قاعد نكفل باقي الطلاب. مع حفظهم لكتاب الله عز وجل لابد أن يكون عندهم بعض يعني الدروس الشرعية، بالإضافة إلى بعض البرامج يعني الترفيهية للنفس. فهذا المشروع الجديد أمانة ابتدينا منه في يعني الشهر الماضي شهر يناير، وكما قلت يعني لمدة يعني سنتين، ونأمل يعني خير في زيادة كذلك يعني أعداد طلابنا في هذا المركز. بارك الله فيكم. إذا سمحت لي دكتور محمد، أن يعني هناك من المسلمين من جبلوا على حب كتاب الله تعالى ورعاية حفظه وتشجيعه على دراسة علومه، خاصة نحن كأولياء أمور واجبنا تربية الأبناء على موائد القرآن الكريم، يعني لينهلوا من معينه، يتعلموا أحكامه، يتدبروا معانيه، حتى أنهم يصبغوا حياتهم بصبغته، لأن كتاب الله يظل معجزة باقية، ما بقي على الأرض حياة أو أحياء. جميل. طيب دكتور محمد الراشد، يعني كلمة تحب تذكر المستمعين الكرام فيما يتعلق في المشروعات القرآنية؟
أنا بس حبيت أقول إحنا سوينا مشروع جميل جدا أخوي. هذا المشروع من باب التحفيز والتشجيع والتنافس ما بين المراكز القرآنية في أرجاء العالم. يعني أقمنا مسابقة قرآنية على مستوى المراكز القرآنية اللي تابعة حق جمعية الرحمة، وتمت هذه المسابقة، يعني تعتبر المسابقة الأولى في حفظ القرآن الكريم للمتعلمين في مؤسساتنا التعليمية. وكانت يعني المشاركة الأولية كان أعداد الطلبة 1410 طلاب من 12 دولة عربية وإسلامية، ماشي. وكان أمانة يعني التنافس شديد جدا في مستويات الحفظ يعني. وإحنا إن شاء الله يعني صارت التصفيات الأولية في شهر 10 و11 الماضي، وصارت التصفيات النهائية في شهر 12 وشهر 1 الماضي. وإحنا يعني قريبين جدا في حفل يعني تكريم هؤلاء الطلاب والطالبات الفائزات، من باب كما قلت يعني من باب التشجيع لهم لحفظ كتاب الله عز وجل، يعني يحفظون كتاب الله عز وجل حفظا يعني متقنا، حفظا قويا. يعني هذا من بين المشاريع اللي قمنا فيها في كتاب الله عز وجل. أنا أتكلم في قضية التواصل معنا، للتواصل معنا على تلفون 1-888-488-0-8، أو زيارة موقعنا على الإنترنت خير أونلاين .net، أو زيارتنا في مركزنا الرئيسي في حوالي قطعة 5 شارع المعتصم الموازي لشارع القاهرة، أو زيارة أحد فروعنا المنتشرة في أرجاء الكويت وعددها 14 فرع. والله يبارك فيكم إن شاء الله، جزاكم الله خير. آمين، جزاكم الله خير. إذا بالنسبة للمشروعات القرآنية ومشروع شفيع، يمكن للمستمعين الكرام والراغبين في دعم تلك المشاريع التواصل معكم عبر الخط الساخن 1-488-08. دكتور محمد الراشد، ولا زال في بعض الكفالات موجودة يعني بانتظار المتبرع. جميل. الدكتور محمد الراشد من قطاع التعليم في جمعية الرحمة العالمية، بوركت جهودكم ونفع الله بكم.